صباح الخير، اهلا بنات، كيف صبحتم؟ مزيانين، كل شيء بخير. اليوم صبحنا نشيطين وخرجنا نتمشاو، ان شاء الله فيقنا وخارجين دابا نتمشاو نهاودو باسيو. هيدا تنصفيو على البحر بحال دايما، ديك باسيو اللي كنعملو دايما، هذيك اللي حدانا هنايا. ايوا صافي، خليكم معايا نوريكم شويه الدنيا. امين كي ربي. جنيد جالس نشيط، انا نشيط. باركي خاوي دابا الصباح وقايله اصلا، ماشي قالت كلشي ديالو كيتفرج في العربه ديالو. كيعملو لنا موطات باربكو راه فاينات، كيعملو كلاس كنجي مزيان. مشى نزلناه من كوتشي، خصو هو يجر كوتشي. ها انتما البنات شوفوا قايله اليوم جو مزيون، ها البحر شو هادو كيعوموا. ها باسيو ديالنا تمشينا حتى انا رفيناتي دينا هذيك كامله وصافي. دابا نزيدو نتمشاو غير هاد باسيو هذا باش نرجعوا بحالنا للبيت. وصافي مزيونات، رجعنا فحالنا للدار. غادي نعمل واحد الغدا خفيف ظريف دغيا دغيا ما كيوجد. عندي هنايا كفته ديال الدجاج وكفته عاديه همبرغيسات، هيدا قليتهم شويه في الزيت حمرتهم وعملت شويه ديال الروز شويه ديال الشلاضه، قليت واحد بيطه وجبن. فعيت نعمل همبرغيسه في الخبز، جمعتها زعما نجمعها ما جمعتهاش، عملتها في التبصيل مع الروز وشويه ديال الزيتون وصافي. غدا خفيف ظريف انتما دغيا ما وجدتو، هادشي اللي كاين. فكره صافي بغيت نشاركها معكم لو كنتو مزروبين، اذا ما عندكمش الوقت وجاكم الجوع بحالنا. فين مزيونات دجرتوني، غادي نعدي لواحد كي كنعملو بها ميريندا، وهي هذيك كتبقى صباح الفطور كتعجبني نفطر بها، كيجيني زعما ساهل الفطور مكنبقاش نخمم ملي كتكون عندي شي حاجه معدله. المهم عندي هنايا 4 ديال البيضات، عندي واحد ياغورت ديال فريسه بنفس الكاس ديال الياغورت، غادي نعبرو كلشي. المهم عملت واحد الكاس ديال الياغورت به عبرت كاس ديال السكر، انتما كيجي كاس لارب العنبه، كاس ديال الزيت بنفس القياس. عندي هنايا جوج كيسان ديال الطحين هو بالقياس ديال الكاس ديال الياغورت. راني هنا واحد مغرفه صغيره ديال الخل، واحد الخميره ديال الحلوى الوزن ديالها 15 غرام. ندوزو للطريقه. بسم الله، غادي نضربو بيضات مع السكر كما كتعرفوا، حتى كيتفتح اللون ديالهم كيرجع عليهم بيض. دابا غادي نزيد الزيت، غنزيدو هاد المغرفة د الخل، وغادي نزيدو الياغورت. دابا غادي نزيدو الطحين نغربلوه باش ما كيتكورشي. كنزيدو الخميرة حتى هي معاه. صافي وغادي نخلط. بالنسبه للياغورت هاد البنات تقدروا تعملوه بالنكهه اللي بغيتوها، ماشي ضروري ديال الفريسه اللي توفرت عندكم في الدار.
صافي وغادي نخوي في المول. اليوم غادي نستعمل هذا المول هذا. بسم الله. صافي غادي ندخلوه الفران بحال دائما على 180 درجه وكنخليوه حتى كتجوز نص ساعه كامله، عاد نفتحو ندخلو الموس. الى خرج نقي كيكون طاب، اذا خرج باقي فيه الاثر ديال الكيك كيكون باقي خصو طياب. وصافي نتلقاوه ملي طيب الكيكه ديالنا. وها هي الكيكه ديالنا وجدات، راه شيتها بشويه ديال السكر كلاصي. ها نتوما تحمرت لي شويه بزايد، تلهيت ونسيت حتى كانت علي تحرق. المهم جات فيها تحميره معوطه الحمد لله، كنت زدت لها واحد 5 دقائق اخرى كنظن كانت غادي تحرق. ولا هي هادي، دابا غادي نقطعها ولقام واحد كويس ديال اتاي ونرجع لكم باش نوريها لكم مقطعه كيفاش كتجي. شتو ساهله، كتجي غزاله بنات. وها هو كويس ديال اتاي ديالي واجد، اتاي نيكرو كما العاده. وها هي الكيكه كيفاش جات، انا قطعتها تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. شتو كتجي اسفنجيه، كتجي غزاله، غادي تجربوها غادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي نجلس نشرب كويس ديال اتاي ديالي ونتفرج في الحلقه ديال المسلسل ديالي المفضل اللي هو الطائر المبكر. شكون فيكم كتفرج له؟ تخليها لي في التعليقات، كيحمقني هذا المسلسل، كيضحكوني ديك الجوج الحومق. وصافي فين البنات، جانا شويه الجوع امين ناضي خربق شي خربقه هنا، ما عرفتش شنو نعمل. هو بيدوق الباقي ما عرفتش شنو نعمل. واش عملتي؟ عملتي طوماط فريتو مع شويه ديال الملح، شويه ديال الكوري، شويه ديال الاوريغانو. انا غني التكنيكي وشنو هذا من الاخر باقي ما عرفش. تبعوا معنا الوصفه الغير معروفه. شوفوا هنايا شبار ديك الخبز ديال الطرطيه قطعيده عندنا في صوطو في الليل في الفران تحمر. هذه الصلصه الاولى قال وجدات. دابا ما عنديش الناطه، انا ما شويه ديال الحليب. عندنا الناطه ما عندناش، لا زوجتي في النيبيه هاي اللي دايق. ما عندكم شي ناطه عملوا شويه ديال الحليب زيت. تبعوا مشني كيقول حطوا الموتزاريلا، الموتزاريلا شوية جبن مبشور التنكيه فقط، فهمتوا؟ عندو بوهادشي مع بعضياتو غتكون تقريبا الصلصة ديال التانية. عملو فيها شوية د ليبزار. شنيا أنا داك الصلصة معايا صافي غتبقى ليبزار طريق كيعطي واحد النكهة حلوة ماشي حارة. دابا نتمنى انه هاد الجبن الموتزاريلا يذوب مزيان. دابا غيذوب، انا سخون الحليب مزيان غيذوب. ثم الصلصه وجدت، دابو الاجبان. دابا بدا كيزوق الطبيصل، عمل هنايا الخيار، نزل جوج كريط فهاد الطماطيشه هنايا، كيعضل الطبيصل الثاني. هانتوما الطبيصلات باقي ما تكملاتش. وهنايا عمل ديك الخبز اللي حمر في الفران، ودابا غادي يزوق بالصلصه. هذه الصلصه الثانيه بصراحه فكره مزيونه مقرمشات هاد العيبه اللي عملنا امين. سهله مهله، والهلا يوريكم اللورنيه كيفاش عامله ولادي بلا ما نخلعكم. روينه كتبقى لي. المهم دابا نجلس نستمتع بالاكله العجيبه د امين، ومن بعد نوض اللورنيه. صافي فكره مزيونه عجبتني انا. وصافي مزيونات، هنا كيكون سالا الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقت مزيان وفي هذا الفيديو استمتعتوا معايا شي شويه. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، على التشجيعات ديالكم. هاد الايامات عندي واحد المشكل في يوتيوب، ما كيوصلوش الاشعارات الفيديوهات ديالي، كيوصلوا غير القليل وصافي واحد فئه قليله. فكنتمنى لو كنتوا دخلتوا لهذا الفيديو بصدفه بلا ما يوصلكم الاشعار، حيدوا الاشتراك وعاودوا اشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم هذا جديد ديال الفيديوهات ديالي. وما تنساوش تخليوا لي لايك، كتعكزوا على لايكات ما تعكزوش هي غير كليك، غادي تفرق معايا وغتعطيني بزاف ديال التشجيع. وصافي شكرا على حسن المتابعه ديالكم. تصبحوا على خير اذا كنتوا كتشوفوا الفيديو في الليل، ونهاركم مبروك اذا كنتوا كتشوفوا الفيديو في الصباح. سلامه.